أجيال تحلم يوما بعلى الأوطان، وشباب يحمل أملا لبني الإنسان، نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان. كن بالناس رحيما، مد يد الإحسان، كن عونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا بكم يا شباب. إن شاء الله في الفيديو ده، طبعا ده الجزء الثاني من حل أسئلة تمريض أطفال، والجزء الأهم لأن الجزء ده يشمل امتحانات سنوات سابقة، وبعيدا عن السنوات السابقة يشمل امتحان أو يشمل أسئلة امتحان الميد تيرم. وأسئلة الميد غالبا في نسبة منها بتتكرر نصا أو حاجات شبه كده، أو أنت بتقدر إنك تستنبط المواضيع اللي الدكتور أكد أو ركز عليها في الميد وبيجيب منها كتير في الفاينل. فركز كده، ربنا ييسر لك أمرك إن شاء الله علشان تعرف الدكتور بيستهدف أي أجزاء في أي محاضرات بالظبط. طبعا الشكر موصول لمستر إسماعيل ومستر أحمد نادي، جزاهم الله خيرا. أول سؤال معانا، طبعا النموذج ده ملهوش إجابة، النموذج ده ملهوش إجابة، فركز معايا علشان إيه تسجل معايا الإجابة، تبقى فاهم الإجابة جت منين بالظبط. أول سؤال سهل خالص، هو روماتيك فيفر is an autoimmune disease occurs as a reaction to. من الآخر بيسألك على نوع الأورجانيزم اللي بيعمل روماتيك فيفر، أو السبب في روماتيك فيفر، أو بمعنى أصح اللي بيعمل الفارينجايتس اللي بعد كده بيحصل لك كومبليكيتد بروماتيك فيفر. جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال انفكشن، جروب B جروب H انفلونزا، جروب اوف بكتيريا فيروس اند فانجل. طبعا احنا عندنا في المنهج كله هي ما عندناش غيرها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال انفكشن. في بعض الناس سألت يا دكتور الكتاب بيقول جروب A بيتا، لا بيقول جروب A هيموليتيك ستريبتوكوكال، هو في فرق ما بين جروب A بيتا وجروب A بيتا هيموليتيك؟ لا طبعا، هو نفس، هي نفس فصيلة البكتيريا، بس الكتاب مش كاتب بيتا، كاتب جروب A هيموليتيك على طول. خلاص، يبقى رقم واحد الإجابة بتاعته A. رقم اتنين، كواشيركور is characterized by each of the following except. يعني العيان بتاع الكواش بيتميز بإيه؟ أنا طبعا أنا مش هركز على كل نقطة زي ما ركزت في الفيديو الأول، بس اللي ربنا هيسر عليه اللي ربنا هيسر هنركز عليه. السؤال زي ده احنا حليناه أكتر من مرة، إيه اللي بيميز الطفل بتاع الكواش؟ كنا بنقول الراجل بتاع الكواش، هادي يا سيدي الراجل بتاع الكواش والراجل بتاع الملاسموس، ده عنده لو بروتين وده عنده لو بروتين. ايه اللي بيميز ده عن ده؟ ده نسبة الكالوريز عنده سليمة، فساعتها نقول ايه؟ ان ادكت بروتين زائد ادكوت كالوريز، يعني نسبة بروتين قليلة ونسبة كافية من الكالوريز. انما الراجل ده بنقول ان ادكوت بروتين زائد ان ادكوت كالوريز، عنده نقص في البروتين ونقص في الكالوريز. يعني الراجل ده البروتين بتاعه قليل زائد الكالوريز بتاعته قليلة، الاتنين قليلين. انما ده بروتين قليل بس انما الكالوريز سليمة، بيورم امتى؟ ساعات بياخد نسبة عالية من الكربوهيدرات. يبقى ساعات نيجي نقرأ السؤال، A history of inadequate protein، فعلا عنده ايه؟ نقص بروتين intake with relative adequate calories، ودي الإجابة الصح، نقص بروتين وما عندوش نقص كالوريز، دي هي فعلا دي إجابة صح. بس افكرك هو طالب except a history of prolonged breastfeeding، history of prolonged breastfeeding، edema، marked vulnerability to death from intercurrent enteric infection. a history of prolonged breastfeeding، هي احنا قلنا اول اختيار هي دي صفة صحيحة، ان الولد بتاع الكواش فعلا نقص بروتين ونقص كالوريز، تمام. الصفة التانية
سي إديما، فعلا بيتميز بإديما. ماركت vulnerability to death from inter current enteric infection، ممكن يتعرض لإنفكشن تؤدي إلى death فعلا، يبقى دي صح ودي صح. إنما history of prolonged breastfeeding، يعني بيرضع breastfeeding بشكل سليم، لا طبعا. هو أصلا لو كان بيرضع breastfeeding بشكل prolonged، يعني بشكل دائم وشكل مستمر وشكل منظم، ما كانش دخل في كواش. يبقى عندنا الإجابة هنا هتكون إيه؟ بي. الإجابة بي. خلاص؟ كلمة اكسبت مهم قوي، ركز عليها. رقم 3، نيجاتيفيزم از ا بيرسوناليتي ترايات ات ذا او ات ذا ايج اوف. فاكرين رجعنا في الفيديو الاول البيرسوناليتي ترايات بتاعت التودلر، وقلنا ان من اهم الصفات او السمات الشخصية بتاعتها هي النيجاتيفيزم. يبقى الإجابة سي. The infant doubled his birth length at، ودي معلومة ثابتة عندنا، عند عمر 4 سنوات. وهنراجع إن شاء الله موضوع اللينث ده مع سؤال جاي. Which of the following abilities would the nurse expect at 4 months old infant to perform؟ يعني إيه؟ يعني بيقول لك في قدرات، أنا أقول لك عليها هنا. القدرات دي الطفل يقدر يعملها، أو يتوقع من الطفل إنه يقدر يعملها عند عمر 4 شهور. الممرضة يعني تقدر انها يعني تتوقع او تلاحظ على الطفل انه يقدر يعملها عند عمر 4 شهور. هل sit with support، يقعد من خلال support، pick up a small or shaped cereal with finger and thumb، pick up a toy، يمسك لعبة from his mother's hand، ساعة حد يديله حاجة بيده يقدر يمسكها، ولا says mama and or dad. في الموتور ديفلوبمنت، ساعة هتراجع في الموتور ديفلوبمنت هتلاقي ان الطفل عند عمر 4 شهور في الجدول اللي عندك في الكتاب بيقدر انه sit with support. يبقى الإجابة عندنا ايه؟ 5 ايه؟ 6. رقم 6، the deciduous teeth usually bang to fall out at age. ترجم كده، مهم اول مصطلح بتاع ال deciduous teeth ده. معنى ال deciduous teeth ايه هي؟ هي الميلكي تيث. deciduous teeth تساوي الميلكي تيث، الأسنان اللبنية. بتبدأ إنها يعني بالبلدي كده الطفل يبدأ يبدل سنانه إمتى؟ هتلاقي المعلومة عندك في الكتاب عند عمر 6 سنوات. تمام؟ في معلومات كده محفوظة، يا صح يا غلط، ما فيش فيها أي توقعات أو أي إيه أو أي استثناءات. عند 6 سنين الطفل بيبدأ يبدل سنانه، وتعرف إن ال deciduous teeth هي الميلكي تيث، إنما الأسنان التانية اسمها permanent teeth. The anterior fontanel is closed at، واحنا زهقنا من ال anterior fontanel وال posterior fontanel، سواء true false او MCQ. قلنا والله ان ال anterior fontanel بيقفل بحد اقصى من 12 ل 18 شهر، وال posterior fontanel بيقفل عند الشهر الثاني على طول. خلاص كده، يبقى ال anterior fontanel بيقفل امتى؟ عند عمر 18 شهر. طالما مش جايب لك من 12 ل 18، مش جايب لك رينج، اختار الرقم اللي موجود عندك. لو جاب لك 12 اكيد مش هيجيب لك 18. فاهم قصدي؟ والبوستيرو بيقفل عند ايه؟ عند الشهر الثاني. رقم 8، which of the following protective reflexes، protective reflex، شرحنا البروتكتيف ريفلكسز بالتفصيل في الفيديو الاول، caused by sudden stimulus and loss of support. حلو قوي السؤال ده، بيقول لك ان انا عندي من ضمن البروتكتيف ريفلكسز واحد بيظهر على الطفل، تمام، بيكون بسبب استيمولس بشكل مفاجئ، وان الطفل فقد السبورت بتاعه، يعني مش لاقي حاجه يتسند عليها، مش عارف، مش لاقي اي سبورت ليه. فاكرين كان اي نوع من ان الريفلكسات اللي كان فيه الوصف ده؟ ها، سادن استيمولس. ساعات كنا عرفتها لك ازاي، شفنا ساعتها فيديو على يوتيوب، كان الطفل كان بيرفع الطفل من رقبته كده ويروح سايبها تاني، فبالتالي الطفل يحس ان مفيش سبورت فيروح رافع ايديه الاتنين مع بعض كده. الريفليكس ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه مرو ريفليكس. طبعا في ناس دلوقتي هتبدأ تتكلم، عندك يا دكتور هو المرو ريفليكس من ضمن البروتكتيف ريفليكس ولا مش من ضمنها؟ المرو ريفليكس مش من ضمن البروتكتيف ريفليكس كما اوردها الكتاب بتاعكم. خلاص، الكتاب عندكم قال المعلومة إن البروتكتيف ريفلكس هي البلانكينج
البلانكينج ريفليكس والكف او سنيدي او سنيزنج ريفليكس والجاجنج ريفليكس بس. يعني هو ما ذكرش ان المورو ريفليكس كانت من البروتكتيف، كان مقسمها بروتكتيف وفود واذرز، كان المورو جايبها من الاذرز. بس انا دلوقتي قابلت سؤال زي ده في الامتحان، فرضا ان السؤال زي ده جه في الامتحان، احله ازاي؟ اقف استنى بقى والخبط نفسي؟ لا. طيب جميل، هو السؤال بيقول ان الريفليكس ده من البروتكتيف ريفليكس. فانا لو انا يعني انا هفكر معاك دلوقتي في لحل السؤال ده بطريقتين، همشي ورا المعلومه اللي عندي اللي هي البروتكتيف ريفليكس الاول، وابدا اشوف انا عندي هنا في البروتكتيف ريفليكس عندي ايه؟ عندي الكف ريفليكس صح من البروتكتيف، ما عنديش اي حاجه تانية، الجراسبنج والتونيك نيك والمورو دول مش من البروتكتيف. لو همشي على معلومه الايه؟ البروتكتيف بس، اشوف الكف. طيب جميل، تعالى شوف الوصف بقى، هل الكف بيحصل من خلال سادن ستيمولس اند لوس اوف سبورت؟ لا، ده الكف بيحصل ساعه حاجه معينه بتبدا انها مثلا تنزل للريسبيراتوري تراكت او اي فورين بودي مثلا او حاجه، يبقى ده ما ينفعش يبقى وصف للكافينج ريفليكس. خدت بالك؟ ماشي، يبقى كده كبروتكتيف ريفليكس ما ينفعش الكف، وانا ما عنديش في الاختيارات ولا بروتكتيف ريفليكس غير الكف، يبقى انا كده ولا كاني شفت الكلمتين دول. انا ابدا اشوف الوصف، ايه الوصف ده؟ لوس اوف سبورت وسادن ستيمولس بيحصل امتى الرياكشن ده؟ مع المورو ريفليكس. المورو ريفليكس بيحصل ساعه تحصل حاجه زي كده. خلاص تمام، ابحث في الكتاب، ارجع لكتابك هتلاقي المعلومه دي بالظبط. يبقى انت كبر دماغك من كلمه بروتكتيف ريفليكس دي. امتى اجاوب له على البروتكتيف ريفليكس؟ لو هو بقى مثلا جاب لي سؤال ريتن ويقول لي اكتب لي ايه انواع الريفليكسات، تقول له الريفليكسات بنفس التقسيم اللي عندك في الكتاب. تمام. When assessing reveals a localized area of blood on a neonate head that cross the suture line, a nurse should document which condition. تاني كده، when assessing reveals a localized area، وانت بتعمل assessment للطفل بعد الولادة او examination او physical examination للطفل بعد الولادة مباشرة، لاحظت localized area of blood، في تجمع من البلد on a neonate head، في راس البيبي، that cross the suture line، a nurse should document which condition. ساعات انا شفت دلوقتي منطقة تحتوي على بلد تحت الجلد في راس البيبي وبتكروس السوتشر لاين، اسجلها كابوت ساكسيدينا ولا كيفالو هيماتوما ولا مولدنج ولا سيفالو كودل او كيفالو كودل؟ طبعا كيفالو كودل دي غلط، اختيار غير مناسب، والمولدنج اختيار غير مناسب. تعال نشوف نختار كابوت ساكسيدينا ولا الكيفالو هيماتوما وليه؟ ودي نقطة، يعني سؤال زي ده يعتبر أهم سؤال حليناه لغاية دلوقتي. تعال بقى كده على البورد عشان افهمك الفرق ما بين الكابوت ساكسيدينم والايه وال والكيفالو هيماتوم. شوف يا غالي، الكابوت ده عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن إديمة فين؟ في السكالب، اوف سكالب، في فروة الرأس. تمام، ايه السبب؟ قال لك والله السبب due to بريشر على الراس ديورينج ليبر، اثناء الولاده. طيب ماشي، ده الكابوس اكسيدين. طيب شوف يا سيدي الكيفالو هيماتوما، الكيفالو هيماتوما هو عباره عن هيموريدج. فين الهيموريدج ده؟ اندر بيري اوستيوم، اوف كرينيال بون، بسبب تروما اثناء الولاده. ماشي يا دكتور. السؤال بيقول ايه؟ بيقول انها شافت لوكالايزد اريا اوف بلاد، تمام، في منطقه الهيد ماشي، وكروس
ذا سوتشر. وانت قلت لنا الفرق اهم، برضه انا مش عارف افرق، ماشي ده اديما وده هيموريج، ما علينا. دلوقتي كده اختار ايه يا دكتور؟ ايه يا ترى الاجابة الصح؟ اقول لك تعال الاول نشوف كده عندنا الفرق الجوهري ما بين الكفالوهيماتوما وما بين الكابوت ساكسيدينو. ركز بقى معايا قوي في الحتة دي. شايف الديفينيشن من اول هنا كده، ان الكابوت ساكسيدينو is a edema of the scalp resulting from pressure during الايه؟ الليبر. ماشي ده كده ايه؟ ده الكابوت. ماشي الكيفالوهيماتوما هو عبارة عن هيموريج اندر البيري اوستيوم، ده شباب ده الغشاء اللي بيكون على العظمة نفسها ما بين العظمة وما بين الايه؟ يعني العظمة بتكون كده مثلا، العظمة اهي وحواليها، لو دي عظمة بيكون حواليها غشاء كده بيكون ملتصق بيها اسمه بيري اوستيوم. التجمع الدم ما بينه وما بين ما بين الغشاء وما بين العظمة بنسميه ايه؟ كفالو هيماتوم. ماشي كفالو هيماتوم از هيموريج اندر ذا بيري اوستيوم اوف وان اوف كرينيال بونز، ماشي ريزلتنج فروم تروما اوف ليبر. فممكن برضو الناس تطلع بتقول ماشي هو ده اديمة، واحدة اديمة واحدة هيموريج، تمام، بس واحدة جاية من التروما واحدة جاية من البريشر، ما الاتنين قريبين من بعض، فين الفرق يا دكتور؟ اقول لك الفرق في مقارنة زي دي مهمة قوي تراجعها، كروس سوتشر لاين. الكابوت ساكسيدينم بيوصل ويعدي السوتشر لاين، اما الكيفالوهيماتوما مستحيل يوصل للسوتشر لاين. يبقى الاختيار هنا ايه؟ الاختيار هنا هيكون كابوت ساكسيدين. يبقى الاختيار عندي كابوت ساكسيدين رقم ايه؟ ليه؟ مش علشان ان ده لوكالايزد اريا ولا غيره، علشان دي كروس ذا سوتشر لاين. اما تيجي تركز في المقارنه في الكروس ذا سوتشر لاين، هو الوحيد اللي بيوصل للكروس ذا سوتشر لاين هو الايه؟ الكابوت ساكسيدين، انما الكفاله هيماتوما لا. وصلت المعلومه كده؟ تمام. infant weight become 9 كيلوغرام at، دي معلومة ألف باء طب أطفال أو تمريض أطفال. الطفل بيوصل وزن 9 كيلو عند عمر قد إيه؟ عند عمر 12 شهر. تمام. live vaccines أو vaccine considered، أو بيوصف اللايف فاكسين هو عبارة عن إيه؟ قال لك والله إحنا يعني ده من أول التعريفات في الفاكسينيشن، إن اللايف فاكسين هو عبارة عن فاكسين يحتوي على live attenuated micro organism، يبقى ده definition الاختيار رقم B. تمام. all deciduous milky teeth are generally presented by، الأسنان اللبنية milky teeth are generally presented by، بتبدأ إنها تظهر إمتى؟ تبدأ إنها تبان إمتى بالظبط؟ عند من سن سنتين ونص لثلاث سنين، من ثلاث سنين ونص لاربع سنين، من ثلاث سنين لاربع سنين، عند عمر سنة ونص ولا عند عمر سنة؟ الإجابة طبعا عند عمر 2 ونص لثلاث سنين. معلومة عندك في الجزئية بتاعة الدنتيشن في كتاب تمريض الأطفال. رقم 13 toddler can walk up and downstairs with one hand held at، المعلومة عندك في الجدول في الكتاب بيقول إن الطفل يقدر إن هو يكون walk up وداون ستير with one hand held at كام سنة ولا كام شهر؟ الإجابة سنة ونص اللي هي 18 شهر. psychological development of toddler، psychological development of toddler according to Erikson، احنا بنتكلم في أي مرحلة؟ ساعة تحل سؤال في النظري، في النظريات دي بالذات تركز انت بتتكلم في اي مرحله وبتتكلم مع على اي عالم، لازم يعني انت ساعات اول ما تلمح سؤال عن النظريه والله بتتكلم في اي مرحله؟ طب جميل، بتتكلم في التودلر، بتتكلم عن اي عالم؟ إريكسون ولا بايجت ولا العالم الثالث ده؟ لا والله بتكلم عن الإريكسون. طيب جميل، إريكسون في التودلر، كنا بنقول ان الإريكسون والتودلر ده والله عن الاوتونومي والشيم اند ادوبت، يبقى الإجابة معانا سي.
15 according to Piaget what في التودلر considered as. يعني بيقول لك ان الحاج بايجت ده او بياجت ده الفرضيه بتاعته النظريه بتاعته في التودلر بتكون ايه بالظبط. لو رجعت التودلر هتلاقيها بري كونسبتوال فيس personality triad of toddler. السؤال ده متكرر يعتبر personality triad of toddler، السمات الشخصية للتودلر من أهمها إيه؟ هو نفس السؤال كان متكرر، بس كان السؤال اللي حليناه من شوية كان النيجاتيفيزم is a personality triad of toddler ولا لأ؟ يبقى الإجابة هنا نيجاتيفيزم. يبقى 16 معانا إيه؟ 17 breast feeding considers. وحلو أوي السؤال ده، سؤال مميز من نوعه، وده جه في امتحان الميد. بريست فيدنج بيلعب على فهمك في جزئية أو محاضرة الإيميونايزيشن. يا ترى الرضاعة من خلال بريست هي باسيف ولا أكتيف؟ طيب لا والله دي أكتيف مثلا، طيب أكتيف ناتشرال ولا أرتيفيشال؟ طب لا والله دي باسيف، طيب الباسيف ده ناتشرال ولا أرتيفيشال؟ وهكذا. لا دي مثلا دي أرتيفيشال، طب الأرتيفيشال باسيف ولا أكتيف؟ فعايزين نعرف بقى الفرق ما بين اسف وباكتف واكتف والهري ده. تعالى كده نركز معانا. احنا قلنا احنا عندنا المناعة، المناعة اللي جسمي هيكونها الاميونيتي، طريقتين، اما باسيف او اكتف، اما باسيف او اكتف اميونيتي. ماشي، كلمة اكتف الاول، نبدأ باكتف الاول. اكتف يعني ايه؟ يعني حصل تنشيط بسبب ما، بسبب معين. يعني الاميونيتي اللي اتكونت من الاكتف او الاكتف اميونيتي اللي حصلت بسبب ان جسمك اتعرض لانفكشن، خلاص، او خد لقاح. ركز تاني كده، جسمك اتعرض لانفكشن او خد لقاح، يبقى دلوقتي نقدر نقول اكسبوزد او اكسبوجر تو انفكشن اور فاكسين، وبناء عليه بقى عندي اكتيف اميونيتي طبيعيه ناتشرال. ودايما تربط كلمه طبيعيه ان جهاز المناعه الذاتي بتاعك هو اللي كون مضادات، اجسام مضاده ليه. وارتفيشال، ارتفيشال يعني حاجه ايه؟ حاجه خارجيه، حاجه مش طبيعيه، حاجه صناعيه. يبقى انا دلوقتي جسمي دخله انفكشن، فبشكل طبيعي بدون اي، يعني بدون ما انت تاخد اي حقنه او اي مضاد حيوي او اي لقاح او اي حاجه، جسمك دخله انفكشن، فجسمك تعامل مع المشكله وطلع لها ايه؟ انتي بوديز، طلع لها انتي بوديز. دي كده ايه؟ رد فعل طبيعي من جسمك، الجسم منه فيه كده طلع لي انتي بودي، فسميها ايه؟ مناعة طبيعية، فسميها natural active immunity. اسمها ايه؟ natural active immunity. كويس. طيب الارتفيشيال، الارتفيشيال احنا عرفنا ان حضرتك جالك انفكشن، فقمنا ادينا لك حقنة او تطعيم يحتوي على الانتي بوديز بتاع الاورجانيزم اللي عمل لك المشكلة. يعني احنا اللي مصنعين الانتي بوديز دي وعطناها لك، او حقنا ليك المضاد الحيوي ده، او سوري الانتي بوديز ده، فعلشان كده سميناه ارتفيشال. يبقى ده من خلال الانتي بوديز، برضو من خلال ثرو فاكسين او لقاح، يعني او لقاح اللي هو اسمه ايه ده؟ هو يا شباب فاكسين الدنيا مالي كده، من خلال لقاح وخلاص.
حاجة صناعية، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي artificial active immunity وعندي natural active immunity. عرفنا ال active immunity عبارة عن إيه؟ antibodies اتكونت، خلاص؟ جميل. طيب ال passive immunity، ال passive immunity antibodies برضو، بس مرة ال antibodies دي اتنقلتني من مثلا من خلال الأم، من خلال الأم. أشهر مثال ليها أنا دلوقتي عندي في الباسيف عندي برضو natural وعندي إيه؟ وعندي artificial. ماشي. الناتشرال من أشهر وأهم الأمثلة عليها الأنتيبوديز اللي بتكون في الميلك ماذر، في لبن الأم، حاجة طبيعية انتقلت ليك من الأم من خلال المشروب الأساسي والغذائي ليك اللي هو اللبن، فأنت ما بذلتش فيها أي مجهود فسميناها حاجة طبيعية natural. طيب جميل. طيب الارتفيشال باسيف اميونيتي، الارتفيشال باسيف اميونيتي دي بتكون انتيبوديز من الاميون سيستم بسبب سيروم ميديسن انت اخدت علاج معين، خلاص. طيب جميل قوي يا دكتور، كل الهري ده ليه بقى؟ عشان افهمك السؤال بتاع الميلك ده، بريست فيدنج كونسايدر تعتبر، ابدا ان انا اتكلم بقى واشوف هي اكتيف ولا باسيف. المناعة اللي أنا أخدتها من لبن الأم، لا باسيف، ماشي. متصنعة ولا طبيعية؟ لا طبيعية. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ باسيف ناتشرال اميونيتي. تاني كده، البريست فيدينج المناعة اللي باخدها هي مناعة طبيعية وكلنا متفقين، يبقى ناتشرال. باسيف ولا سوري artificial ولا natural؟ natural. جميل. passive ولا active؟ لا passive. لو الموضوع بتاع المناعة ده صعب عليك، اعرف ان انا الرضاعة طبيعية يبقى natural، وتعب نفسك بس واعرف انها passive، يبقى عشان برضو حتى لو سؤال زي ده جالك تبقى انت عارف انها passive natural immunity او natural passive immunity ايا كان، خلاص. جميل. BCG must be given. ال BCG vaccine، البي سي جي فاكسين كان بيتاخد ايه؟ كان بيتاخد انترا ديرمال ولا انترا ماسكولر ولا اون ذا تانج اورالي يعني ولا سبكوتينيوس؟ بي سي جي فاكسين، فكر كده، البي سي جي فاكسين ده كان بيتاخد فين بالظبط؟ كان بيتاخد انترا ديرمال. فين بالظبط انترا ديرمال؟ برضو كان بيتاخد انترا ديرمال في الكتف الشمال، انترا ديرمالي in the left shoulder، خلاص. يبقى الإجابة إيه؟ راجع الجدول بتاع الإيمونايزيشن. Both of Sabin vaccine and the DBT vaccine MMR totally can be given at، الثلاثي ده MMR vaccine وال DBT vaccine وال Sabin vaccine، الثلاثي من اللقاحات ده can be given إمتى؟ يتاخد في فترة معينة من أو في مرحلة عمرية معينة الطفل بياخد الثلاث لقاحات دول مع بعض. الثلاث لقاحات دول يا شباب لا يجتمعوا إلا عند عمر سنة ونص، 18 شهر. راجع الجدول اللي في محاضرة الإيمونايزيشن هتلاقي السؤال ده في آخر مربع في الجدول 20. It's edema of the scalp resulting from pressure during labor. هنا بقى سؤال صريح، سؤال صريح. نرجع للبورد والمعلومة اللي احنا عرفناها، افتكر بقى هنا السؤال ده صريح، مش محتاج ان احنا نلجأ لحتة كروس ذا سوتشر ولا لا. الكابوت هو كان إديمة، انما الكفالو هيماتو، شو عارف كلمة كفالو؟ هيماتوما، هيماتوما يعني هيمرج، يبقى انما الكابوت إديمة في الاسكالب بسبب البريشر. يبقى هنا الإجابة ايه؟ إجابة بكل ثقة الكابوت ساكسيدينو، إديمة في الاسكالب بسبب بريشر. جميل كده. كابوت ساكسيدين according to بياجت cognitive developmental theory adolescents have، طبعا لقاعدة الأستاذ بياجت اللي هي ال cognitive theory، الشباب بيمروا ب operational thinking ولا
for my thinking ولا pre optional او pre operational thinking ولا none of them. يا اخي انا راضي ذمتك، الاوفر ثينكينج ولا البري اوبريشنال ثينكينج ولا الفورمي ثينكينج، انت شفتهم قبل كده؟ لا. يبقى الاجابه نون اوف ذا ابوف. لو رجعت كده وركزت هتلاقي ان بياجت، النظريه بتاع بياجت في الادولسنس في الكوجنيتيف ديفلوبمنت كانت تدور حوالين ايه، ان الطفل ان الشاب من ده يكون من دول يكون عنده ايه، كانت الفورمال اوبريشن، فورمال اوبريشن. خلاص يبقى الإجابة none of them. The deciduous teeth، يادي الملك teeth، usually begin to fall out at age. السؤال ده متكرر، إن الملك teeth usually begin، بتبدأ إنها تتساقط، يعني الطفل بيبدأ يبدل وإن عند سن 6 سنين 6 years. سؤال نفس السؤال بس متكرر، بس في الأول كان جايبها لك بالأرقام، هنا كاتب لك السنوات بالإيه؟ بالحروف. بالحروف اه. Which of the following theories او theorists اللي هم الناس المتخصصين في النظريات describe the cognitive development of children. طبعا انت لو غلطت في السؤال ده سيب الكلية وامشي، انا دايما بحب اشجع، بس انت لو غلطت في السؤال ده صدقني انا اللي يعني هعمل فيك حاجة غلط. cognitive development بيقول لك يعني ده كده في البداية خالص قبل ما تعرف يعني ايه نظريات، كان بيقول لك ان احنا عندنا العالم فلاني ده شغال مع ايه، والعالم كان فرويد شغال مع ايه، والاريكسون شغال مع ايه، والبايجت شغال مع ايه. طبعا احنا عارفين اللي شغال مع الكوجنيتيف ديفلوبمنت هو الحاج ايه، هو الحاج بايجت خلاص، وكان الاريكسون كان سايكو سوشيال، وكان فرويد سايكو سيكشوال. ركزت بقى كده تمام. 24 all of the following are the basic needs of normal preschooler except all of the following are basic needs، احتياجات أساسية للطفل في مرحلة البري سكول ما عدا. لو ركزت هتلاقي إن هو محتاج learning language، ومحتاج religious education، ومحتاج sex information. يبقى except مش محتاج إيه؟ مش محتاج warmth، أو في المرحلة دي بالذات محتاج التلاتة دول أكتر، فالإجابة هنا هتكون الإكسبشن اسمه warmth اللي هو الدفء. تمام. 25 نقط can be assessed through measurement of head circumference, thoracic diameter, weight and height. ونوعية الأسئلة دي والله يا شباب بتطمن الواحد، عارفين بتطمن الواحد ليه؟ يعني حتى يعني اللي مذاكر مذاكرة كده عشان ينجح، عشان ينجح هينجح. الامتحان مش صعب، يعني اغلب الاسئله دي اسئله الميد ترم، اسئله الميد ترم كلها ان شاء الله في الامتحان ده. فالاسئله يعني اللي بدرجه من السهوله ودرجه من المباشره بالشكل ده بتطمن الواحد ان الناس اللي تشيل ماده تعرف انه فعلا ما فتحش كتاب خلاص، اصل ما يعرفش يجاوب سؤال زي ده. يقول لك في حاجه معينه بنقدر نقيمها من خلال قياس محيط الراس ومحيط التشيست والوزن والطول. اللي ما عرفش يجاوب على سؤال زي ده يبقى فعلا ما فتحش اول صفحه في المحاضره، اللي هي اول صفحه في اول شابتر. كنا بنقول بنقيم الكلام اي نوع من الجروث، الفيزيكال ولا الفيسيولوجيكال ولا الموتور ولا المينتال، كانت الفيزيكال جروث. وصلت الفيزيكال جروث دول، انما الفيسيولوجيكال دي حاجه تانية. جميل. يبقى الاجابه هنا ايه؟ 26 new needs of mothers، new needs of mothers with diabetes are at risk for which complication following birth. وده سؤال يعتبر أول مرة نقابله في محاضرة الـ infant with diabetic mother. السؤال بيقول إن الطفل اللي أمه عندها diabetes بيكون معرض لـ complications معينة بعد الحمل. واحد atelectasis، مايكروكيفالي، نيوموثوراكس، ماكروسومنيا. ركز بقى في السؤال ده كويس علشان السؤال ده يعني ايه لافف حبتين. وانا لو مذاكر محاضرة الانفانت with diabetic mother وعارف الاعراض وعارف الكومبليكيشنز وعارف افرق بينهم، يعني لو قلت لك قول لي كده الكومبليكيشنز بتاع ريسك اوف diabetic mother، لو قلتها لي مش هتلاقي ولا واحدة من دول. انت ساعات تيجي تراجع كده الكومبليكيشنز اوف انفانت وذ دايابيتيك ماذر مش هتلاقي ولا واحده من الاربعه.
قال لا، امال هي هلاقي ايه يا دكتور؟ اقول لك راجع والله، قول معايا كده الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز يا مستر بتاع الانفنت وذ ذباتيك ماذر؟ كنا بنقول انه عنده هايبو ثلاث حاجات، هايبو جلايسيميا، هايبو كالسيميا، هايبو ماجنيزيميا، وعنده هايبر حاجه واحده، هايبر بيليروبينيميا. الكومبليكيشنز هايبو ثلاث حاجات، هايبو جلايسيميا، هايبو كالسيميا، هايبو ماجنيزيميا، وهايبر واحده، هايبر بيليروبينيميا. ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بولي سايثيميا. في عنده كونجنتال انوماليز زي الفي اس دي والجي اي تي انوماليز زي الانال اتريزيا. هل اي كومبليكيشنز من اللي هو ذاكرها دي موجوده؟ لا، مفيش اي كومبليكيشنز فعلا موجوده. امال السؤال ده جايبه منين يا دكتور؟ اقول لك ده سؤال بقى محتاج ايه، محتاج حد عنده مرونه في التفكير شويه. يعني ايه مرونه في التفكير؟ يعني هو اللي في الامتحان جاب لك، سألك على الكومبليكيشنز وجاب لك اختيارات وانت مش لاقي كومبليكيشنز كده، بس الاعراض دي فين؟ في اختيار من الاختيارات دول موجود في الكلينيكال مانيفيستيشنز مش في الكومبليكيشنز. يبقى انت لازم يكون عندك مرونه وانت بتحل السؤال. جالك سؤال زي ده وبيستهدف الكومبليكيشنز، انت جيت تراجع قلت الكومبليكيشنز كذا، ده انت اذا افتكرت الكومبليكيشنز اصلا في الامتحان وعرفت تراجعها مع نفسك فرضا يعني ان شاء الله، فجبت والله الكومبليكيشنز كذا وكذا وكذا، قال لا طب الاختيارات ما فيش فيها حاجه من الكومبليكيشنز، تبقى تركز كده، اعصر دماغك في محاضره، في محاضره الريسك اوف دايابيتك مثلا، هتلاقي ان الاعراض دي واحده من المشاكل دي موجوده في الكلينيكال مانيفيستيشن. كنا بنقول في الاعراض بتاع الكلينيكال مانيفيستيشن انه عنده لارج بلاسينتا، وعنده ريدش ابيرنس، وعنده تريمورز، وعنده بافي فيز، وعنده بور فيدنج وليثارجي، تمام، وشكله بلو او في بلو او باتشز في السكين كلر مش عارف في ايه. وكنا بنقول انه عنده لارج اوف جاستيشنال ايج، لارج ركز بالله عليك في الاعراض، كنا بنقول ايه لارج اوف جاستيشنال ايج، يعني وزنه كبير. ولو انت مذاكر دي في الكلينيكال مانيفيستيشنز برضو ممكن ما تعرفش تجاوب السؤال. ليه؟ لان لارج اوف جاستيشنال ايج ليها مصطلح اسمه ايه؟ اسمه ماكروسوميا. ماكرو سوميا او ماكروسوميك بيبي، ماكرو سوميك بيبي. ركزت بقى؟ انا ان شاء الله احاول افتح لك الكتاب كده، ادي يا سيدي الكتاب، كلينيكال مانيفيستيشنز بتاعه الانفنت اوف دايابيتك ماذر هي الماكروسوميك بيبي. تعال بقى اقرا الايه الاختيارات الاول، اتليكتيزيس مش عليك، مش موجوده لا كومبليكيشنز ولا كلينيكال بيكتشر، مايكرو كيفالي لا، نيوموثوركس لا، ماكروسوميا ايوه، نيونيتس اوف ماذر ويز دايابيتيز ار ات ريسك فور ويتش كومبليكيشنز فولوينج بيرث ماكروسوميا. ركزت بقى؟ انما تعالى في الكومبليكيشن دي كده الكلينيكال بيكتشر، ادي الماكروسوميك بيبي وباقي باقي الاعراض انت عارفها. تعالى نشوف الكومبليكيشنز، ادي يا سيدي الكومبليكيشنز اهي، ثلاثة هايبو، واحدة هايبر، ريسبيراتوري ديستريس، بوليسايسيميا، كونجينيتال، مفيش أي حاجة. بقى لازم يكون عندك إيه؟ تعصر دماغك في المعلومة، لأن هي المعلومة مش خارجة بره الكتاب، بس محتاجة إيه؟ محتاجة منك اجتهاد شوية. يبقى كده الإجابة ماكروسومي. 27 هيد سيركمفرنس اكسيدز تشيست سيركمفرنس، قد امتى محيط الراس يعدي حجم او مقاسات محيط الصدر او محيط التشيست؟ امتى؟ فاكر كده؟ تعالى راجع معاك. قلنا يا غالي ان نبدأها كده من الاول على السريع، انا مش هنطول. بسم الله، ات بيرث، ات بيرث اثناء الولاده، نقسمها كده الهيد سيركمفرنس وادي التشيست سيركمفرنس. اثناء الولاده الهيد سيركمفرنس بتبقى كام؟ من 33 سنتي ل 35 سنتي، ماشي. التشيست سيركمفرنس بتبقى كام؟ من 31 سنتي ل 33 سنتي. ده امتى؟ ده عند الولادة. احنا عاوزين نوصل لمعادلة، ايه بالظبط المعادلة بتقول ايه؟ ان امتى عاوزين نوصل نشوف الهيد سيركمفرنس هيسبق امتى التشيست سيركمفرنس. نكمل، يبقى هنا الهيد سيركمفرنس والتشيست ايه؟ سيركمفرنس.
الهيد كام؟ 33 35، اكتر من التشيست سيركمفرنس ب 2 سم. يبقى تحققت المعادله هنا ولا لا؟ تحققت ان الهيد سيركمفرنس اكبر من التشيست سيركمفرنس بايه؟ ب 2 سم. يبقى المعادله بتاعتنا تحققت ان الهيد سيركمفرنس اكسيدز التشيست سيركمفرنس، يبقى ات بيرث الاجابه صح. تعالى بقى نكمل احنا خلاص، قلنا الاجابه، تعالى بقى نكمل هنا كده. ده اكبر من ده ب 2 سم، جميل. ايه اللي بيحصل بقى؟ بدأنا في أول 6 شهور، إحنا لسه بنكمل مع ده وده، first 6 months من الحياة، و second 6 months. ده في أول 6 شهور بيزيد سنتي ونص، سنتي ونص في الشهر، وفي تاني 6 شهور بيزيد نص سنتي في الشهر. جميل. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو في اول 6 شهور، في اول 6 شهور هيوصل لكام سنتي؟ ادي 1.5، 1.5، 3، يعني هيزيد 6 سنتي، 6 يعني هيوصل حوالي 43 سنتي مثلا، 43 سنتي في اول 6 شهور، وعنده عمر سنة هتبص تلاقيه وصل ل 46 سنتي. تمام. المفاجأة بقى ايه؟ قال لك المفاجأة ان عنده عمر سنة، اللي هي بعد تاني 6 شهور عنده عمر سنة، الهيد سيركمفرنس بتبقى وصلت برضو 46 سنتي. يبقى احنا وصلنا عندنا اول معادلة، اول معادلة ايه؟ ان الهيد سيركمفرنس اكبر من التشيست سيركمفرنس، وده امتى؟ ات بيرث. سجلها عشان ما تنساهاش، at birth. رقم 2، وصلنا لمرحلة التعادل ان الهيد سيركمفرنس تساوي الشيست سيركمفرنس امتى؟ at first at 1 year، عند عمر سنة. جميل، كمل معايا. وقبل ما تكمل كمان نكمل ايه جميلنا، الشيست تساوي الهيد تساوي 46 سنتي، عشان افكر. ماشي، نرجع بقى نكمل كده اللي كنا هنقوله. احنا كده وصلنا لغاية عمر سنة، تمام. قال لك بقى في السنة التانية، في السنة التانية ايه اللي بيحصل؟ الهيد سيركمفرنس والتشيست سيركمفرنس. في السنة التانية قال لك الهيد سيركمفرنس بتزيد 2 سنتي، بتزيد 2 سنتيمتر خلال السنة التانية. ماشي. والتشيست سيركمفرنس بتفضل تزيد لغاية ما تعدي الهيد سيركمفرنس، بس ما قالش رقم. ودي المعلومة اللي أنا عاوز أطلع بيها معاكو خلاص، إن إمتى المعادلة بتتعكس؟ إمتى الهيد سيركمفرنس تبقى اقل؟ دي كده اقل، دي كده اقل. بالله عليكم احنا داخلين على الفاينل، خلي ربنا يستر. الناس اللي لسه لغايه دلوقتي بتلغط ما بين اكبر واصغر بالانجلش، اقل من هيد سيركمفرنس ات سكند يير، السنه الثانيه، سكند يير، في السنه الثانيه المعادله بتتعكس. ماشي. وبالتحديد في سؤال خبيث يجي هنا، ان هي مرحله التودلر. فانت كده دول كده اعملهم كده ايه، في كتاب، في ورقة تكتبهم على هدومك، اي حاجة. الخلاصة الهيد سيركمفرنس والتشيست سيركمفرنس، الهيد سيركمفرنس بتبقى اكبر امتى؟ اكبر امتى؟ عند الولادة، تمام. بنتعادل امتى؟ عند عمر سنة. الهيد سيركمفرنس بتبقى اصغر امتى؟ عند عمر سنتين. وصلت الفكرة؟ جميل. تيتاني، احنا طبعا حلينا السؤال ده خلاص. تيتاني از caused by، caused by التيتاني بتحصل امتى؟ بسبب ايه؟ بسبب هايبوكالسيميا ولا هايبر كالسيميا ولا كوليستريديوم تيتاني ولا نقص الاكسجين ليفل؟ اكيد نقص الكالسيوم، هايبوكالسيميا. وتركز بالله عليك ما بين هايبو وهايبر، بالله عليك ركز، هايبو وهايبر. اقرأ السؤال اكتر من مرة، مفيش حد بيجري وراك. سوفت، ويك، بندبل، بون. ان تشيلدرن describe a disease called ليونة was soft weak، ضعف وليونة في العظام. في الأطفال تصف إيه؟
تصف، انت اخذت مرض في الدنيا لين عظام في الاطفال غير الريكتس؟ ما فيش، مش مستاهله تفكير. اخر سؤال، اكستنسيف اديما او اكستنسيف اوديما، في دكاتره بتقول اديما او اوديما الاثنين واحد. اول وصف عندي اديما، فات underneath skin swelling of parts of the body و are all associated with مرسمس كواش ولا مرسمس ولا الاثنين ولا بروتينيا. انت لو فكرت في سؤال زي ده يعني كواش، ما عندناش حد بيورم غير كواش. خلاص ده كده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأسئلة اللي معانا بتاعة الام سي كيو يا شباب، أسئلة سهلة ما فيهاش فيها حاجة يعني، بس انت محتاج ايه يعني، انا بقول لك سهل المبدأ ايه، ما فيش حاجة الحمد لله خارجة بره الكتاب، بس محتاج ركز، ركز بكل ما اوتيت من تفكير وبكل ما اوتيت من قوة. ندخل بقى على الترو فولس، واللي هي بالنسبة لي انا اعدها اصعب من الام سي كيو في الامتحان ده بالتحديد يعني. ندخل كده بسم الله على الترو فولس. بسم الله. during school age period speech proceeds from egocentric to social speech. طبعا الإجابة صح، بتحول من ال egocentric من الأنانية إلى social. true. rickets is a result from vitamin C ولا نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم اللي هو جاي منين؟ من فيتامين دي مش فيتامين سي، يبقى الإجابة false. posterior fontanelle is diamond in shape. عشان نخلص بس من موضوع الشيب ده، البوستيريور بيكون تراينجولر، اما الانتيريور هو اللي دايموند. خلاص البوستيريور هو تراينجولر، اما الانتيريور هو اللي دايموند، يبقى الاجابه هنا فولس. ماراسماس از ريزلت اوف جنرال مال نيوتريشن ديزيز اوف بوث كالوريز اند بروتين. ها قلنا المعلومه دي في اول المحاضره، يبقى الإجابة هنا إيه؟ ترو، عنده نقص في الاتنين، إنما بتاع الكواش عنده نقص في البروتين بس. When assessing a healthy 6 months old infant anterior fontanel it's ساكن، لو طفل healthy صحته كويسة مش هيبقى ساكن، ساكن ده لو dehydrated، يبقى الإجابة false. عشان بس افتكر هو الترو فين والفولس فين. اه الفولس ماشي. During the preschool، ركز في الحتة دي، during the preschool period speech proceeds from egocentric to social speech. هو عموما بيحصل تحول من الايجوسنتريك للسوشيال سبيتش، بس في اي مرحله؟ في اي مرحله دي كده ايه ده هنا مربط الفرس. الاجابه فين؟ مش في البري سكول طبعا، في السكول ايج، يبقى الاجابه هنا فولس. inferiority is the opposite sense of initiative. الانفيريوريتي مقابل initiative. رقم 7، لا ده كانت الانفيريوريتي مقابل الاندستري، يبقى الإجابة هنا false. rooting reflex occurs when the newborn feels the mother's breast touching his mouth, his face. اه rooting reflex، الإجابة هنا true. fall rosy shakes the abuse of mind، ده الولد بتاع الانفانت with the diabetic mother، يبقى الإجابة true. egocentric أو egocentrism disappear in school age. صح، الايجو سنترزم تختفي في الفتره دي، لان في السكول ايج بيتحول من الايجو سنتريك للايه، للسوشيال سبيتش، يبقى الاجابه هنا ترو. according to Erikson development theory if preschool can't satisfy his need otherwise sense of inferiority if inferiority will be developed. راجع المعلومه دي هتلاقي ان المكان ان الوقت غلط، يبقى false. acne حب الشباب بيظهر a common problem during adolescence due to disorder of reproductive. اه true. sex differences in general growth pattern بيظهر مع المينتال جروث. غلط false. by the end of the first year بنهاية السنة الأولى most of infant have temporary teeth erupted completely. الإجابة هنا إيه؟ أو الإجابة هنا تكون true ولا false؟ الإجابة false. ليه؟ بنهاية السنة الثانية مش بنهاية السنة الأولى. toddler stage is a period of rapid growth. لا slow، الرابط دي بتكون مشهورة أكتر فين؟ في الأدلسنس، يبقى الإجابة هنا فولس. هنا الإجابة فولس برضو، هنا الإجابة فولس. infant can sit steadily at 6 months. infant can steadily at 6 months. الإجابة هنا true ولا false؟ الإجابة هنا false. ليه؟ مش 6 شهور، 8 شهور،
feeding is one of infant needs. أكيد طبعا في مرحلة الإنفانت محتاج الفيدنج من ضمن احتياجاته، يبقى true. height of toddler can calculated from age مضروب في 2 زائد 8. عاوزين برضو نلخص أو نخلص من الموضوع ده. شوفوا يا شباب، بالنسبة للإيه، للهايت والإيدج، إحنا عندنا معادلتين بالنسبة للتودلر. بالنسبة للتودلر عندنا معادلتين، عندنا معادلة للهايت ومعادلة للويت. معادلة حساب الوزن، ركز، الوزن معادلة حساب الوزن هي العمر الإيدج مضروب في 2 زائد 8. ده إيه؟ ده الوزن، ماشي. طب الهايت، سوري يا شباب، هنا الايدج السن، تمام، الايه هنا فور ايدج. بالنسبه للهايت برضو الايدج السن مضروب في ايه، 5 زائد 80. بنيجي نشوف السؤال، بيقول هايت، الهايت از تودلر اوف تودلر كان بي كالكوليتد فروم ايدج، العمر مضروب، العلامه دي علامه ضرب، في 2 زائد 8. ده الهايت؟ لا طبعا، ده في 5 زائد 8، يبقى الاجابه هنا فولس. 8 milk teeth can be erupted at the first year of life. الإجابة هنا 19. الإجابة في، لا مش في الفيرست، لا ده في السكند يا شباب. الإجابة هنا فولس. في بالمناسبة الفيرست والسكند، أنا في عندي هنا معلومة قد أكون أخطأت فيها، مش في الإجابة، لا في التصحيح. by the end of first year most of infant have temporary teeth erupted completely. الإجابة هنا هي فولس، صح، بس كتصحيح فانا بس لخبطت في التصحيح، لخبطت في التصحيح بتاع الحته دي. هي الاجابه هنا فولس، انما كتصحيح الجزئيه الاخيره دي او اخر نقطه كنا بنحل فيها، 8 milk teeth can be erupted at the second year، مش، يبقى الاجابه برضو دي فولس. according to Erikson developmental theory infant can satisfy his need through trust والمستراست. طبعا التراست والمستراست مع الانفنت، يبقى الاجابه هنا ترو. at the end of 6 months infant's head circumference become 46 months. بنهايه اول 6 شهور، او بنهايه، طالما ما حددش اول ولا تاني، يبقى اول 6 شهور راس الطفل بتوصل 46. احنا لسه قايلين اهو بتوصل 46 امتى؟ بنهايه اول سنه، مش اول 6 شهور. يبقى الإجابة هنا إيه؟ فولس. infant can stand alone for a variable length of time at 12th month، الشهر رقم 12. الإجابة هنا هتكون true. immunization consider the artificial active immunity. الإيمونيزيشن، اللقاحات طبعا دي مصنعة، يبقى الإجابة true. artificial active BCG considered live attenuated vaccine true. ده كل دي حاجات ايه، حاجات يعني بديهية. التيتانوس توكسايد عبارة عن contain توكسايد توكسين، صح. The correct temperature to keep من 0 ل 8، مظبوط، كل ده true. freezing damage، freezing damage فين، فين السؤال؟ freezing damage، طالما شفت freezing damage بدور على الكلد فاكسين والتوكسايد، لو موجودين يبقى الإجابة true. ال MMR فاكسين يحتوي على ثلاثي viral. حلو، ده حلو السؤال ده، ممكن يلعب معاك. دول ثلاث فيروسات، الميسلز والمامس والروبيلا، ممكن يشيل لك كلمه فايرال ويجيب لك بكتيريال، يعني علشان بس الناس اللي بتبصمج السؤال مش لازم يجيب النص، بس تركز. الاجابه ترو. سابين زيرو دوز تتاخد عند البيرث، اد بيرث، صح. سابين بوستر دوز تاخد عند سن 18 سنه، 18 شهر. Toddler is a period of rapid growth. Toddler، احنا السؤال ده متعاد، ده slow. الإجابة false. عشان الناس اللي بتعلم ورايا بس، هنا أنا هنا true داخل على false. هنا true. ماشي، toddler هنا دي كده false. Weight of toddler can be calculated from العمر في 2 زائد 80. ده الويت. الويت العمر في 2 زائد 80، لا 2 زائد ايه؟ زائد 8 مش 80. growth is gradual change in function. الإجابة دي ايه؟ صح ولا غلط؟ الإجابة دي false ولا true؟ الناس تتلخبط في دي. الإجابة هنا false. ليه؟
لان الجروث ده ملوش دعوه، الديفلوبمنت هو الايه تشينج ان ذا فانكشن. جروث اند ديفلوبمنت ار كونتينوس بروسيس، يبقى الاجابه ايه؟ صح، حاجه مستمر. الاجابه صح، ترو. يبقى 34 ترو و35 فولس. 36 هيد سايز ات نيو بورن بيريود كونستيتوينت 1 هاف 1/8 اوف هيز بودي لينث، اكيد طبعا الاجابه هنا ايه؟ الاجابه هنا فولس. ذا بوستيريور طبعا نسينا 35، 35 البروكسيمو ديستال من الجروث بروسيد فروم هيد داون، لا غلط، ده البروكسيمو ديستال مرتبطه بالسنتر. عندنا ذا بوستيريو فونتانيل از تراينجولار، اظن احنا كده حفظنا البوستيريو فونتانيل تراينجولار والانتيرو فونتانيل بيكون ايه؟ بيكون دايموند. يبقى الاجابه هنا صح. Cognition is the ability of love, like, dislike. صح. Crying is the source of contact with the social environment. ده هيكون ايه؟ ده true. Vernix كزوزة. Soft, yellowish, cream, which covered new needs. صح. Blinking, blinking بتاع تغميض العين. ده protective reflex. صح. The first stool بنسميه منارك. لا، بنسميه ايه؟ بنسميه اللهم صل على سيدنا محمد ميكونيوم، انما من ارك ده فيرست منستريشن بتاع الفيميل، مالناش دعوه. الاجابه هنا فولس. ادولسنس ستيج كاركترايزد باي سبيرت اوف ادولسنس ستيج كاركترايزد باي سبيرت اوف جروث اند ديفلوبمنت. الاجابه هنا هتكون ترو ولا فولس؟ طبعا ترو. انفانت weight comes, it becomes 8 kilogram at the end of 4th month after birth. يعني وزن الطفل بيكون 4 كيلو 8 كيلو بنهاية الشهر الرابع، بنهاية الشهر الرابع بيبقى 6 كيلو. يبقى الإجابة هنا false. At the end of first year of life, infant length increase 15 sorry 50 سنتيمتر. الإجابة طبعا false. ده كده بالنسبة للامتحان الأخير معانا في تمريض أطفال. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا. اللهم آمين. إن شاء الله ربنا يعينكم وتحلوا الأسئلة دي تاني، تذكروها وتأكدوا على المواضيع والمحاضرات والأجزاء اللي الأسئلة دي بتستهدفها، وبإذن الله يكون امتحان فاينل سهل ولذيذ وبسيط معكم، وتخرجوا مبسوطين. ربنا يوفقكم جميعا ويرزقكم أعلى الدرجات بإذن الله. أخيرا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.